تخيل تكون هارب انت وعائلة ديالك من العدو وهز معك اي حاجة عندها قيمة، اغلى حاجة عندك هما المخططات والكتوبة اللي صايبوهم العلماء اللي كانوا في العصر ديالك. شوية ستلقى هاد الكنز مشى وفي يد من في يد اكبر عدو عندك في ذاك الوقت، اسبانيا. فشنو غدير؟ هذه قصة اليوم من حكاية رمضانية اللي تنعودوا فيها قصة اللي وقعت في نفس النهار من رمضان. نبداو. كان زيدان السعدي هو السلطان ديال المغرب في عهد السعديين، وكانوا عنده مشاكل داخلية مع واحد السيد اللي كان تيقول هو المهدي المنتظر، وكان ناض هذا الشيء في سجل ماسا. جمعوا الناس على هذا الرجل وتاقوا به، فولى واحد من الثوار ضد السلطان، وكان سميت هذا الرجل هذا عبد الله السجل الماسي العباسي الفيلالي. فثار هذا السيد والناس اللي معاه ضد السلطان كما قلت لكم في 1612. الحاجة اللي خلت السلطان زيدان يهرب من مراكش الأسفي باش يقبط باطو يديه الأكادير، منين وصل الأسفي كرا واحد الباطو ديال نوتر دام دو لاغارد اللي كانت ديال السفير دي فرنسا منطقة أسفي. وكان السلطان زيدان هز معاه أكثر من 4000 مخطوطة زائد تاج والصولجان والباس ديالو زيد وزيد. وكانت هاد الخزانة ولا هاد العدد الهائل ديال المخطوطات مسمينو الخزانة الزيدانية. دار السلطان زيدان مع الرئيس ديال الباطو باش يعطيه 3000 درهم من الذهب، ولكن تيوصلوا دمارات السفينة من أسفي في اتجاه أكادير. منين وصلوا قال له الرئيس ما غتهبط معاك حتى حاجة، تجيب لي الفلوس ديالي. هبط السلطان ومراته والخدامة اللي معاه، ولكن تعطلوا على الرئيس 6 أيام، فما كان منه غير مشى من أكادير اتجاه مارسيليا، على انه الى عطاه المخطوطات الحاكم مارسي غادي ياخذ ديك 3000 درهم ذهبيه. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، كانت الاحوال الجويه صعيبه ملي كان مسافر من اكادير لمارسي، فما كان منه غير يمشي للبور ديال سلا. وفي الطريق ديالو لسلا قبطوه القراصنه ديال اسبانيا، 4 ديال الباطويات، وداو له كاع داكشي اللي عنده. ومنين دوك القراصنه لقاو الكتوبه والمخطوطات فداوهم للملك ديال اسبانيا فيليب الثالث كهديه، وكان هادشي في مدينة فالنسيا. هز الملك ديال اسبانيا فيليب هذاك الشيء وداه لاكبر مكتبة عنده في اسبانيا ديال الاسكوريال، واللي كما قلتي تعتبر من اكبر المكاتب والمتاحف اللي كاينين في الشمال ديال مدريد. احسن مجموعة كتب محفوظة في الاسكوريال هي مجموعة المخطوطات العربية، ويتعلق الامر بالمكتبة الخاصة بمولاي زيدان. اعتقد ان احسن مجموعة مخطوطات عربية على الاطلاق هي تلك المتواجدة بالاسكوريال، انها فعلا مجموعة رائعة. وصلت الاخبار لمولاي زيدان ليكعا، وصفت الملك اسبانيا باش يتفاوض معاه، وقال له نعطيك 60000 درهم ديال الذهب باش ترجع لي المخطوطات. وحاول وحاول بلا جدوى. تمات السلطان زيدان في 1626، وجا ولده الوليد بن زيدان اللي تا هو حاول وحاول بدون جدوى. طاحت الدوله السعديه وجاوا العلويين وبقاو تا هما تيطلبوا بالمخطوطات تا هما والو. سفارات مغربيه مستمره في القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن العشر والثامن عشر لي في محاولات مستمره لأحمل هذه المخطوطات وإرجائها إلى المغرب. 1690 في عهد مولاي إسماعيل صيفط واحد السفير ديالو عبد الوهاب الغساني لإسبانيا باش يطالب باسترجاع المخطوطات ديال السعديين. هو يقول ملك اسبانيا السفير ويلي واش مازال عاقل، هذاك الشيء راه تحرق. وهذا الشيء في كتاب السفير اللي سميتو رحله الوزير الى افتكاك الاسير. وفي سنه 1766 في عهد محمد الثالث هو صيفط واحد السفير لاسبانيا احمد بن المهدي الغزال، وتلاقى السفير مع العاهل الاسباني كارلوس الثالث مده منه باش ينقص نام. وفي سنه 1780 ناض محمد الثالث عاوتاني وصيفط سفير واحد اخر لاسبانيا اللي كان هو محمد بن عتبان المكناسي، واللي كان دخل المكتبه وقرا داكشي ديال المخطوطات وعرف بالقيمه ديال داكشي اللي وسط منه، ولكن تاهو رجع بلا ما يجيب معاه والو. تجا عهد محمد السادس ملك المغرب اللي عطى هذا الدوسي لعمر عزيمان باش يسالي معاه. وكان السي عمر رجل قانون واستاذ في كليه الحقوق بالرباط وواحد من المستشارين بالديوان الملكي. فالسي عمر دخل في مفاوضات مع مدريد لمده ديال 4 سنين، وفي 2009 وقع واحد الاتفاقيه ما بين وزاره الثقافه المغرب ووزاره الثقافه مدريد في التعاون العلمي والادبي. وهاد الاتفاقيه فيها 60 ساخص جميع المخطوطات العربيه باش تولي في ميكروفيلم ولا تولي نيميريك، يعني يمكن البنادم يهزها في سيديات وهذا ويعطيوها للمغرب. حيث بحال اليوم في 9 رمضان في 2013 الموافق ل 16 يوليو تم تسليم 1939 مخطوطة عربية بنسخة رقمية بحضور ملك إسبانيا وملك المغرب محمد السادس. كانت هذه حلقة من الحلقات ديال حكايات رمضانية اللي وقعت في نفس النهار من رمضان بحال اليوم 9 رمضان. إلى عجبك الفيديو دير جيم وتابونا وبرك على الجرس ودير شي كومنتار يكون زوون بحالك. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو.